الوغ مرض الحصد المراره ولا كنسميوه حنا الحجر بالمراره بالعاميه، هو واحد المرض اللي هو شائع كيكون كثير، وكيكون كثير عند الناس قد ما زدنا في السن قد ما كان الاحتمال ان الانسان يكون عنده الحجره كيكبر، لدرجه ان مثلا اللي فوق 85 سنه 60% عندهم حجره المراره. دونك هذا ماشي مشكل في حد ذاته، لان 80% هو مرض صامت يعني اسيمبتوماتيك، وهذاك المرض الصامت ما خصناش نقربوا، ماشي حجر في المراره. هذا اول حاجه خصني نقولها مهمه، ماشي اللي عنده حجر في المراره يعني يساوي انه خصو يمشي يفتح ويحيدها، لا. دونك ان الحجر ما كيهضرش على راسو، ما كاينش اعراض، ما كاينش مضاعفات، ما كنحترم هذاك المراره من المسائل ديالها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الحجر في المراره كيختلف من شخص الى اخر من ناحيه الحجم ديال الحجر. قد يكون عندي حجر رقيق من بحال قد حجر الرمل، فداك الكره ديال الجولف يعني احجام مختلفه، وعند نفس المريض قد يكون احجام مختلفه. وكيف ما كنعرفوا ان المراره هي مهمه بزاف في عمليه الهضم، لان كتخزن عندها هذيك لابين، هذيك الصفراء اللي كتجي من الكبد، واللي هي اللي كتقدر انها تعطي تدوز هذيك الصفراء او ديك لابيل اترافير هذوك القنوات الصفراويه حتى للجهاز الهضمي، باش كتبدا عمليه الهضم ديال بطريقه جيده. المشكل اللي كاين من هذا الحجر هذا عنده انواع، والطبيعه ديال كل حاجه هي اللي كتحدد النوع منين جاي، لان كيجين كنقولوا جوج ولا ثلاثه الانواع ديال الحجر. كاين النوع اللي كنسميوه حنايا نوع الكوليسترولي، يعني من الكوليسترول من الاسم ديالو، هو 80% من الحالات هذا كيكون عنده علاقه بمجموعه من الامور، كيكبر مع السن، كيكون عند الانسان اللي كيكون غليظ يعني لوبيزيتي ولا السيغبوغ اكثر من 20% من الوزن الايديال، دونك البوا ايديال، كيكون عند كثير عند المراه الحامل، لان كيكون هذاك هرمون البروجستيرون ولا بلوتو الاستروجين هو اللي كيكون مسبب. كيكون عند المراه اللي كتكون ملتي بار، يعني كيكون عندها ولدات بزاف، دونك احتمال الاصابه كيكون اكثر بهذه الانواع ديال الحصى. كيكون عند الناس اللي عندهم هذوك لي ديسليبيديمي، دونك كيكون عندنا الكوليسترول لي تريغليسيريد فيهم مشكل، دونك كيطلع هذا المستوى ديال الكوليسترول، دونك هو دونك كيكون عندي المشكل في المراره ولا كيكون لي هذا الحجر في المراره. ايضا هناك بعض الادويه اللي كتكون هي ايضا مسببه لهذا النوع ديال الحصى الكوليسترولي، اللي مثلا كيكونوا مضادات الكوليسترول بارادوكسالمون، هذوك لي فيبرات، النوع ديال الفيبرات، ولا بعض الحبوب منع الحمل ايضا، لانهم كيكونوا متوفرين على داك الاستروجين. ونرجع للوبيزيتي، لان واحد العامل مهم، قد ما الانسان غلط قد ما كيولي هذا الاحتمال ديال انه يكون مصيب بهذا مصاب بلوتو بهذا الحجر اكثر، دونك جوج ثلاثه المرات اكثر عند الانسان اللي هو عادي. وهنا كيقيسوا الحميه الغذائيه، كتخلي ان بحال اللي قلنا بالنسبه للجهاز الهضمي، الاوبيزيتي اصلا ما مزيانه لا المعده لا المصران لا يعني كل شيء متداخل بينهم، واذا عملنا واحد التاثير ايجابي كيكون تاثير ايجابي على الذات كامله والمراره بالخصوص بيان سور. بالنسبه للنوع الثاني هو النوع الصبغي اللي كنسميوه حنا لو بيغمونتير، هذا النوع هذا كيكون عنده علاقه بهذاك لا بيليروبين، وهي اللي كتخرج على كتكون من الكريات الحمراء، التكرسل ديال الكريات الحمراء، وهذا كيكون نتيجه عند الناس اللي كيكونوا عندهم بعض المشاكل في الدم، مثلا لي مالادي ايموليتيك، ولا كيكون عندي مثلا التهاب كنقولوا امراض تعفنيه ولا مالادي انفكسيوز ديال لي فابيليير، كيكونوا عندهم هذا المشكل ديال لاكوليستاز، وهذو كاملين كيقدروا انهم يعطوني هذا الحجر بهذا النوع هذا. وبصفه عامه الامراض اللي كتكون ايضا مصاحبه وكنصيبوا بزاف الحجر في المراره عندهم، هو الناس اللي كيكونوا عندهم دي مالادي انفلاماتوار كرونيك، يعني امراض التهابيه مزمنه، مثلا لا مالادي دو كرون، يعني مرض هو التهاب تقرحي ديال المصران الرقيق، ويقدر يصيب حتى المصران الغليظ. كيكونوا عندي ايضا بعض الامراض، مثلا كيكونوا عند لي تريزوميك 21، كتكون في لا مالادي ويبل، كيكونوا بزاف ديال الامراض، لا ميكوفيزيدوز، يعني هذو انواع ديال الامراض اللي كيكونوا عندهم، وهي التشخيص ديالها سهل، يعني يا اما الانسان ما كان يكون جامش دوز على شي حاجه ودو فاسون ديكوفير بورتيف، يعني عن طريق تفاجئنا بان درنا ليكوغرافي يعني التلفازه بالعاميه وكنصيبوا بان كاين حجر في المراره. دونك انه ما كيقيسوش ما كيقصحوش، كنقولوا له كنكتبوها في لو كونت روندو بلا ما نحمقوش راس هي الحجره في المراره، كاين انسان عايش بالهوس انه خصو هذيك الحجره فيها حجره خصها تزول، لا،
راه عندها واحد الدور ديالها، وقد ما انها ما عطاتش اعراض اللي كلات كانت مزعجه ولا كتاثر على الحياه الانسان، ولا هذوك اللي ليتاز بحال اللي قلت لك عليهم كيكونوا حجر اللي رقاق ولا اللي غلاظ، وهذوك لي ميكرو ليتاز اللي كنخافوا منهم اللي يقدروا يمشيو لا فابيليا وكيبداو هما يهضروا على راسهم، هذوك اعراض راه واضحه. وكاين هناك التدخل اللي خصو يكون يا اما بطريق المنظار ولا من طريق يعني ديال الجهاز الهضمي، ولا عن طريق الفتيح يعني طريق الجراحه، وكنتخلصوا من هذوك يعني الميكروليتياز. وهادو هما الخطوره دي فوا اللي كيقدروا يسببوا تيمشيو تيسببوا لنا اللي كنسميه انا التهاب ديال غده البنكرياس، دونك لا بنكرياتيت ولا كبنكرياتيت ايغو، خايبه بزاف لان كتقدر تمشي كانت النوع اللي مجهد كتقدر تمشي تتغنى حتى على الحياه ديال الانسان. هذا يعني واحد يعني ان شابيتر اللي هو صغيور في المغاره، يعني مغاره كامله طونكي لي اسيمبتوماتيك وما كانت عندها حتى اعراض نحترموها ما كنقيسوهاش، كنقيسو غير الناس هذوك اللي وصلوا عندهم 20% هما اللي كيديروا هذوك الاعراض، هما اللي كيقدروا يديروا دي كومبليكاسيون. لي كومبليكاسيون يعني شنو هي؟ يعني لا كوليسيستيت، التهاب ديال الغشاء ديال المغاره، ولا مثلا كدوز هذاك الحجره في لا فوابيليار، يعني داك يعني الانبوب الصفراوي البرينسيبال هو اللي كيعطيني التهاب وكيعطيني لونجوكوليت، ولا الله يحفظها ما كيوصلتها انايا تعطيني لا بنكرياتيت، ولا يكون مثلا الانسان كيولي ما كيقدش يعيش بطريقه عاديه لان الحريق كاين، وهذاك هي لا كريز دو كوليك هيباتيك اللي معروفه اللي كيكون عندنا الحريق في الجنب اليمين، ودي فوا كيكون دو فاسون اتيبيك يعني بطريقه غير معتاده. الحريق تقول راني عندي نضاعيه المعده، ولا هي المغاره الحجره في المغاره، ولا الحجر رقاق ولا كبار في المغاره، وكيكون عندي مشكله في المعده الوغ هي اعراض ديال يعني الحصى اللي في المغاره. دونك من غيرهم هذا الحريق هذا يقدر يكون يدور على الجنب اليمين، كيمشي للكتف اليمين، كيمشي بين الكتفين، يقدر يعطيني سخانه، تقدر تعطيني يعني بعض المسائل اللي انا ملي كنعمل التحليه ديال الدم وتصبتهم طالعين لا كنستدعى انا كنتدخل جراحيا، يا اما بالجراحه يعني ولا ديال جراحه المنظار لا سيليوسكوبي، اللي ولات العمليه اللي سهله جدا تبارك الله، الجراحه المغاربه تبارك الله كيديروها بطريقه سهله جدا بدون مضاعفات، والانسان كيتهنى منها يعني ما صادمون با واحد لا يعني تدخل يعني سريع دغيا ان كنحلوا هذا المشكل هذا. دونك النصيحه اللي غادي نقول اي مغاره انسان عارف راسو عنده الحجر في المغاره وما كاينش كيشتكي باي اعراض كنحترموا هذاك الحجره، ماشي كان الانسان كيتخلع وكتنوض يعني مشاكل خصني نفتحها لا ضروري تفتح لان غادي دير لي مصائب كذا، لا الناس اللي عندهم هذوك الحجر نخافوا ان من الا كان عندهم اعراض عدد كان لي كومبليكاسيون مضاعفات هادو اللي خصنا ان نتدخلوا ونحيدوا هذاك الحجر.